الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من حوارات التناصح. عندما تقرأ عن الحروب العربية مع الكيان الصهيوني ستكتشف أن الولايات المتحدة كانت دائما وأبدا إلى جانب الصهاينة، وأن دورها في كل حرب محددا بمدى تغلغل الصهاينة في السياسة الأمريكية. وأقرب مثال للذاكرة هو احتلال العراق، فقرار حرب العراق 2003 قرارا صهيونيا صرفا بأداة أمريكية، هدفه تدمير العراق لأنه قد يشكل تهديدا على الكيان الصهيوني، حتى لو كانت هذه الحرب ضد مصالح الشعب الأمريكي الذين تقول مصادر أن عدد قتلاهم بلغ 20,000 قتيل في حرب غير ضرورية، فقد كان صدام على استعداد دائم لعقد صفقة معهم. والسؤال الذي يطرح دائما، من يستخدم من؟ هل تدعم الولايات المتحدة الكيان الصهيوني فقط لأنه يحقق مصالحها؟ أم أن السبب الأكبر هو أن الصهيونية هي التي تحكم الولايات المتحدة؟ وما هي أهداف الحركة الصهيونية؟ وما الذي تحقق منها؟ ولفهم طبيعة العلاقة بين الصهيونية وأمريكا نحاور الأستاذ أحمد القصص الباحث الإسلامي. فباسمكم جميعا نرحب بالأستاذ أحمد. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. شيخنا كريم أستاذ أحمد، لو نبدأ ببداية تغلغل الحركة الصهيونية في أمريكا، كيف بدأ التغلغل في للحركة الصهيونية في أمريكا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية أريد أن أشير إلى السامع الكريم أنه على خلاف ما هو سائد في انطباع لدى انطباع معظم الناس أن الحركة الصهيونية أو فكرة الصهيونية لم تبدأ من عند اليهود بقدر ما بدأت من عند غير اليهود، ولا سيما عند الأوروبيين وأيضا عند بعض الأمريكيين. ومعظم اليهود في بداية الأمر حين طرحت فكرة نقل اليهود إلى وطن خاص بهم تحفظوا وكانوا معارضين جدا لهذه الفكرة. وحين طرحت فكرة أن يهجر أو أن يجمع اليهود في فلسطين تحديدا كانت هناك أيضا معارضة كبيرة. فمعظم الذين طرحوا فكرة الصهيونية وهي جمع اليهود ونقلهم بالتحديد من أوروبا إلى بلد ما، إلى أن رست الفكرة على فلسطين على يد البريطانيين خلال الحرب العالمية الأولى، كان اليهود ينظر إلى هذه الفكرة، إلى هذه الأطروحة على أنها تستهدفهم وأنها فكرة معادية لهم. وبالفعل كانت الفكرة معادية لهم. فأصل الفكرة أن شعوب أوروبا لم تستطع أن تتكيف مع اليهود، لم تستطع تتقبل اليهود ولا سيما في أوروبا الشرقية، وكذلك فإن اليهود لم يستطيعوا أن يندمجوا في هذه المجتمعات. فكان هناك رغبة لدى الأوروبيين في التخلص من هؤلاء اليهود ليحولوهم إلى جماعة وظيفية بشكل من الأشكال، على الأقل يتخلصون من آفة في المجتمع اسمها اليهود، وربما يستطيعون بعد ذلك أن يجعلوا وطنهم الذي يجمعونهم فيه وطنا وظيفيا يخدم الأوروبيين بشكل من الأشكال. فعلى سبيل المثال كان من أوائل من طرح فكرة الصهيونية أو يعني جمع اليهود في فلسطين تحديدا نابليون، الذي لم يكن محبا بتاتا لليهود بل كان كارها لهم، سواء من خلفية الأعماق الكاثوليكية أو من الخلفية العلمانية التي حملتها فرنسا آنذاك. فكان اليهود متحفظين دائما على هذه الفكرة، إلى أن وجد هرتزل الذي عمل على إيجاد توليفة تجمع ما بين رضا اليهود ومصلحة الأوروبيين ولا سيما الدول الكولونيالية الإمبريالية أو الاستعمارية آنذاك. طبعا هذه المقدمة لا تتعلق بالولايات المتحدة مباشرة، أردت بهذه المقدمة أن أقول نعم هكذا هو الحال أيضا كانت في الولايات المتحدة. أول ما نشأت فكرة الصهيونية نشأت عند أشخاص غير يهود في الولايات المتحدة الأمريكية، عند أشخاص
أمريكيين حملوا معهم فكرة النفور من اليهود وكره اليهود من ديانتهم النصرانية ومن أوروبا، ورأوا أنه لا بد أيضا من أن يكون لليهود وطن يجمعون فيه بعيدا عن المجتمع الأوروبي الذي صار فيما بعد أيضا في الولايات المتحدة مجتمعا أمريكيا. نعم. فكانت هناك تحفظ واسع من المنظمات اليهودية على فكرة الصهيونية، وهي حشد اليهود أو نقلهم وتهجيرهم إلى مكان آخر. بدأت الصهيونية توجد في الولايات المتحدة الأمريكية بمعناها المعروف بعد نشوء المنظمة الصهيونية على يد ثيودور هرتزل في أوروبا. وأيضا حين وجد فرع للمنظمة أو امتداد لها في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الحرب العالمية الأولى طبعا، كان معظم اليهود متحفظين إلى أبعد الحدود على الفكرة، لأنها تعني أنهم سيهجرون وينظر إليهم على أنهم شعب منبوذ، وسيحرمون من مكتسباتهم التي حصلوا عليها من هجرتهم إلى الوطن الجديد الولايات المتحدة الأمريكية. ونحن نعرف أن معظم الذين نزحوا إلى الولايات المتحدة في وقت من الأوقات بعد الألمان نزح اليهود أوروبا الشرقية، وهؤلاء نزحوا بحثا عن الرخاء الاقتصادي وإلى آخره، وأيضا أستاذ أحمد ربما أيضا يعني تصديقا لحديثك، ما قام به القس سايروس سكوفيلد بنشر كتابه باسم تجزئة كلمة الحق الواجب عام 1888، وطرح فيه مبادئ لاهوتية للتبشيرية الأصولية، وضمنها في هذا كان من فكرة أيضا التقاء بالصهيونية إعادة البعث اليهودي لفلسطين، بل حتى فكرة عموم الفساد في الأرض من أجل عودة المسيح. تماما. هناك فريق، نحن نعرف أن هناك فريقا من البروتستانتيين وهم الغالبية في الولايات المتحدة الأمريكية ولا سيما في ذلك الوقت، يرون أن ظهور المسيح إنما يكون حين يحشد اليهود في فلسطين. فمن هذه الخلفية هم شجعوا على هجرة اليهود إلى فلسطين. ولكن حتى لا نبالغ في هذه الفئة من الناس، لم تكن هذه الفكرة الدينية البروتستانتية هي المسيطرة على التفكير السياسي في الولايات المتحدة كما في أوروبا، فكان التفكير البراغماتي هو الطاغي على هؤلاء، والتفكير البراغماتي عند هؤلاء وهو تفكير رأسمالي طبعا بدرجة الأولى، كانوا يرون أن اليهود يعني كما أنهم كانوا يشكلون يعني طفيليات وتشويشا في المجتمع الأوروبي وكذلك في المجتمع الأمريكي. على كل حال، هؤلاء الذين كانوا يرون في تسريع عودة اليهود أو حشد اليهود في فلسطين تقريبا لظهور المسيح عليه السلام وفق رؤيتهم في الرؤية الإنجيلية والتوراتية عندهم، هذا لم يكن تفكيرهم هذا يعبر عن حب اليهود، بل على العكس، هذا لأنهم يرون أن المسيح حين سيظهر سيبيد اليهود وسينصر المسيحية إلى آخره. فهم يرون أنه يمكن تسخير هؤلاء اليهود بعودتهم وحشدهم في فلسطين من أجل أن يقترب موعد ظهور المسيح. على كل حال، كما قلنا، اليهود كانوا متحفظين على الفكرة، سواء صدرت من منطلق نصراني بروتستانتي أو صدر من خلفية قومية عنصرية كانت موجودة عند الأمريكيين بطبيعة خلفيتهم الأوروبية، تلك العنصرية البيضاء إلى آخره، أو أيضا من خلفية اقتصادية، كانوا يرون أنهم حصلوا على مكاسب في هذا البلد الجديد الثري إلى آخره، وأنه يراد لهم أن يهجروا من جديد، يعني هم هاجروا من أوروبا الشرقية من أجل أن يستقروا ويجدوا رغد العيش، فيراد لهم أن ينزحوا من جديد، ولا سيما أنهم سيوضعون بين المسلمين وهم يعرفون أن هذا سيشكل خطرا هائلا عليهم، لأنهم لن يكونوا مقبولين كأجسام غريبة بين المسلمين، وآنذاك كانت لا تزال الدولة الإسلامية قائمة في ذلك الوقت. إذن حين نشأت المنظمة الصهيونية نشأت لها امتداد وفروع في الولايات المتحدة، ولكن بقي أتباعها قلة، إلى أن نالت الحركة الصهيونية وعد بلفور سنة 1917،
بهذا الأمر أوجد نوعا من الثقة عند عدد أكبر من اليهود في الولايات المتحدة أن هذا الوعد سوف يعني أن الوطن الموعود لليهود يمكن أن يحظى بغطاء دولي، ولا سيما من أوروبا. وحين انضم ويلسون آنذاك الرئيس الأمريكي، توماس ويلسون آنذاك حين انضم إلى الفكرة ووافق على وعد بلفور، شجع هذا المزيد من اليهود للانضمام إلى هذه الفكرة. ولكن يلاحظ أن نظرة اليهود الأمريكيين آنذاك إلى فكرة الصهيونية لم تكن على خلفية أن اليهود الأمريكيين سيهاجرون إلى فلسطين، وإنما يعني أنهم سيكونون داعمين لهذا الوطن الذي سينتقل إليه اليهود من شتى أنحاء العالم، ولكن ليس من الولايات المتحدة، لأنهم لا يرون دافعا عندهم الولايات المتحدة في الهجرة إلى فلسطين. لذلك ستجد أن الصهيونية عند يهود الولايات المتحدة تعني أن يكون اليهود الأمريكيون داعمين بكل ما أوتوا من قوة مالية وإعلامية ومجتمعية من أجل أن يدعموا هذا المجتمع، على هذا الوطن اليهودي بين القوسين الذي سيزمع إقامته على أرض فلسطين. حتى ذلك الوقت نعم نقول ازداد قبول الفكرة الصهيونية عند اليهود، ولكن هذا لم يعني إطلاقا أنه صار في الولايات المتحدة في هذا الوقت لوبي صهيوني. هذا الكلام لم يحصل، وهذا الأمر سيتأخر كثيرا حتى يقال أن هناك لوبي صهيوني بات ضاغطا في الولايات المتحدة. اليوم لا يماري أحد بأن هناك يعني منظمات ضاغطة بقوة ولها دور كبير في التأثير على القرار الأمريكي وفي الانتخابات الأمريكية، دون أن نبالغ ونصل إلى القول بأن اليهود يحكمون الولايات المتحدة ويحكمون العالم كما قيل. ولنبقى الآن في هذا الموضوع. حين قامت بعد ذلك، يعني متى الضغط يحصل ويصبح هناك ثقة لليهود؟ حين قررت الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية أن تعمل على وراثة الاستعمار الأوروبي ولا سيما البريطاني ثم الفرنسي في العالم القديم. نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعيش سياسة العزلة قبل الحرب العالمية الأولى. حاول الرئيس ويلسون اختراق هذه السياسة حين دخل في مؤتمر الصلح في باريس سنة 1919، وحاول يعني اقترح فكرة إنشاء عصبة الأمم، ولكن الكونغرس الأمريكي بعد ذلك انقطع عليه الطريق ومنعه من الاستمرار في التدخل في السياسة الدولية، ومنعه ايضا من الاشتراك في عصبة الأمم. فعادت الولايات المتحدة الى عزلتها حتى الحرب العالمية الثانية. نحن نعرف انه بعد الحرب العالمية الثانية قررت الولايات المتحدة الأمريكية ان ترث الاستعمار الأوروبي في العالم، وبدأت بطرد النفوذ الأوروبي البريطاني والفرنسي من مستعمراته، ولا سيما في منطقتنا التي يسمونها الشرق الأوسط. طيب هل يمكن استاذنا اعتبار مؤتمر بلتيمور عام 1942 في امريكا هو البدايه الفعليه لتغلغل الصهيونيه في امريكا؟ نعم، في هذا الوقت صار هناك يعني الجهد الحقيقي لمحاولة اختراق والتأثير على القرار السياسي الأمريكي. ولكن حتى ذلك الوقت وبعد ذلك المؤتمر كان من المبكر القول بأنه أصبح هناك يعني أدوات ضغط ولوبي قوي يضغط على الإدارة الأمريكية. تأخر هذا الأمر، وربما سيتأخر إلى يعني حتى يصبح هناك فعلا ضغط داخل الإدارة الأمريكية. ربما سيتأخر هذا إلى الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. لا. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة أصلا هي قررت أن تدعم فكرة الكيان الصهيوني في فلسطين. ليس يعني هنا الجميع يكاد يكون معظم المحللين والقارئين مطبقين على أنه حين قررت الولايات المتحدة دعم الكيان الصهيوني في فلسطين لم يكن هذا في هذا الوقت لم يكن بتأثير من وسائل الضغط اليهودية ولا من جماعات الضغط اليهودية، وإنما كان لأن الولايات المتحدة قررت أن تبسط سيطرتها على المنطقة. وكما أن بريطانيا وجدت أن مصلحتها في أن تزرع هذا الكيان في هذه المنطقة ليكون موقعا متقدما لها،
في المنطقة يغنيها عن حشود من الجيوش وتكاليف هائلة في القواعد العسكرية والحاملات الطائرات وإلى آخره. هي الفكرة نفسها يعني انتزعتها الولايات المتحدة الأمريكية من بريطانيا لتقوم عليها. فهي نظرت إلى الكيان الصهيوني بوصفه كيانا وظيفيا يساعدها على بسط نفوذها في المنطقة ويعينها، فكان على الولايات المتحدة أن تقنع اليهود أنني نعم سوف أؤمن مصالحكم، سوف أحمي كيانكم، سوف أدعمكم بالأموال الكثيرة، من أجل أن يتحول ولاء اليهود الذين كانوا يرون أن بريطانيا هي التي ساعدتهم وهي التي تمدهم وهي التي تحميهم. كان على الولايات المتحدة أن تقنعهم أنني أنا الكفيل الآن بدعمكم وإعطائكم أسباب الحياة، وهذا حقيقي. لماذا؟ لأن بريطانيا في هذا الوقت كانت قد أصيبت بضربة قاسية، خرجت من الحرب العالمية الثانية مهشمة ضعيفة اقتصاديا، وبالتالي لم تكن تقوى على أن تثبت لليهود أن هي القادرة على دعمهم بالمال وبالسلاح وبالحماية العسكرية إلى آخره. فهذا الأمر جعل هناك مدخلا لليهود في أن يبدأوا بالتغلغل في الرأي العام الأمريكي، في الإعلام الأمريكي، وأن يبدأوا بالتأثير على الناخب الأمريكي. نحن نعرف أن الوسيلة الأساسية في الضغط على الناخب الأمريكي إنما هي الإعلام الذي يخترق العقول والمال. طيب أستاذ، سنأتي يعني لهذه النقطة، تأثير المال والإعلام في وكوسيلة للضغط في أمريكا وطبيعة النظام الأمريكي وكيفية استغلال اليهود له. لكن أستاذ الآن أشرت إلى نقطة، وهي أن اليهود الأمريكان ربما كانوا غير محبذين أو غير متحمسين للهجرة إلى فلسطين، بل وهذا ربما مشاهد الآن أغلب سكان الكيان الصهيوني هم من اليهود، ربما من أوروبا الشرقية، من روسيا، من أفريقيا، ويقل عدد اليهود الأمريكان فيهم. صحيح طبعا. لماذا؟ لأنه كما قلنا هي أزمة اليهود أصلا هي كشعب غير أو كأقليات غير مرغوب، إنما كانت متفشية في أوروبا الشرقية. نعم كان هناك كره لليهود في ألمانيا وفي فرنسا، ولكنهم في فرنسا قلة وفي بريطانيا كانوا قلة. في ألمانيا يعني أيضا هناك كان هناك أزمة، ولكنها لم تكن بحجم الأزمة في أوروبا الشرقية إلا بعد الحرب العالمية الأولى، حين وصل النازيون إلى السلطة وضخموا مشكلة اليهود وعززوا فكرة اللاسامية، لأنهم كانوا أولا لأن النازية كانت تقوم على أساس العنصرية العرقية، وهذا جعلهم ينظرون إلى اليهود على أنهم أعداء، وأيضا لأن اليهود سموا على أنفسهم أنهم في الحرب العالمية الأولى كانوا عونا للحلفاء، فكانوا من أسباب هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى. طيب. قبل النازية وقبل الحرب العالمية الأولى لم يكن هناك مشكلة، يعني حين صدر وعد بلفور في الحرب العالمية الأولى لم تكن هناك مشكلة كبيرة من يهود ألمانيا، ولكن من يهود شرق أوروبا. هؤلاء لذلك كانت الغالبية الساحقة من المهاجرين إلى الكيان الفلسطيني، وحتى الآن إلى فلسطين لكيان يهود هم من هذه البلاد، وإن كان المتنفذين فيما بعد سيكونون من يعني من دول قد يكون من اصول المانيه او من اصول الى اخره. طيب. ولكن نعم. غالبيه هم اوروبا الشرقيه. طيب استاذ هاجروا الى الولايات المتحده وجدوا ان مشكلتهم حلت، وبالتالي لم يروا في فكره تهجيرهم الى فلسطين فكره سديده، ولذلك لم يهاجر الا القليل من الولايات المتحده الى فلسطين. نعم. وربما أيضا لا يريدون أن يضحوا بحياة النعيم والرفاهية في أمريكا واستبدالها بالعيش في فلسطين. طيب دكتور أو أستاذ أحمد، لو نعود إلى أصل الحركة الصهيونية ومنطلقاتها، هل هي حركة دينية تنطلق من العقيدة الثوراتية، أم هي في الأصل حركة علمانية تم استغلال الخلفية الدينية لها؟ في الحقيقة استطاع ثيودور هيرتزل أن يوجد خلطة تجمع
منطلقات جميع الذين يرون مصلحة في الهجرة إلى فلسطين. كان هناك فئة من اليهود الذين فئة صغيرة قليلة، لأن معظم اليهود كان يرون أن موعدهم في فلسطين هو حين ظهور المسيح المنتظر، فكانوا متحفظين على الفكرة. ولكن فئة من اليهود قليلة كانت ترى أنها، حتى هؤلاء بدأوا يفكرون وبدأوا يمارسون فعلا الهجرة التسللية إلى فلسطين دون أن يكون هناك فكرة، دون أن يكون فكرة كيان أو دولة يهودية في فلسطين. هؤلاء التقطهم ثيودور هيرتزل بأنهم سوف يعني تروق لهم فكرة قيام دولة صهيونية في فلسطين، ولكن الغالبية من اليهود الذين اقتنعوا بفكرة الكيان الصهيوني في دولة فلسطين، في أرض فلسطين، إنما كان من خلفية قومية، من خلفية اقتصادية، يعني كان هناك نوع من الإغراء لهؤلاء اليهود بأنكم إن انتقلتم إلى فلسطين سيكون لهم كيانكم الخاص بكم، ولن تكونوا بعد ذلك عالة ومنبوذين وإلى آخره. والتقط هذه أيضا مع رغبة الأوروبيين في التخلص من اليهود من المجتمع الأوروبي، وزاد عليها أنه التقط الفرصة حين وهو الحقيقة يعني هو ليس في ليس لم يحصل هذا في زمن ثيودور هيرتزل، وإنما في زمن وايزمان، حين وجدت بريطانيا أن الفرصة حانت لتزرع هذا الكيان في فلسطين، لأنها في الحرب العالمية الأولى أصبحت في حالة حرب مع الدولة الثانية. نعم الأولى عفوا قبل حرب كان تراعي جانب الدولة العثمانية، وعندما قررت أن تغزو هذه المنطقة بعد القضاء على الدولة العثمانية وجدت أنه الفكرة يعني جيدة، فهي التي يعني كانت هناك نوع من المفاجأة ربما للحركة الصهيونية بأن بريطانيا قدمت هذا العرض. في الحقيقة كان الصهاينة يعولون ويضعون آمالا أكثر في ألمانيا قبل الحرب العالمية الأولى وخلال الحرب العالمية الأولى، حتى أن ثيودور هيرتزل أو يعني أو الحركة الصهيونية من بعده حصلت على شيء من الوعود من الإمبراطور الألماني آنذاك بأنه يمكن أن يلبي مطلبهم في هذا الأمر، وكان اليهود لهم تأثير وحضور وقدرة على الضغط نسبيا في ألمانيا أكثر من بريطانيا، ولكن بريطانيا التقطت الفرصة، وبالمقابل الحركة الصهيونية التقطت هذه الفرصة حين مالت الكفة الحرب إلى الحلفاء وإلى بريطانيا تحديدا، واجتمعت الرغبات والإرادات على هذه الفكرة. نعم. طيب أستاذ أحمد، لو نعود قليلا أيضا في لسبر غور الخلفية الفكرية للحركة الصهيونية، ما يذاع منذ فترة طويلة منذ القرن التاسع عشر من كتاب ما يسمى بروتوكولات حكماء صهيون، هذا الكتاب هل تصح نسبته إلى الحركة الصهيونية أم هو مختلق، وما صحة مضمونه أيضا في تحقيق أهداف الحركة الصهيونية؟ لعلي أستمع إلى جوابك أستاذ أحمد بعد فاصل قصير. أيها الأخوة المشاهدون، إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. من ليبيا المختار نرسل ودنا للثابتين بقدسنا الأخيار، لا تحزنوا لا تيأسوا لا تقنطوا ولتصبروا يا معشر الأحرار، أين الشجاعة والشهامة أينها، أين الفداء يا أمة المليار، أين الشجاعة والشهامة أينها، أين الفداء
يا أمة المليار. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. أعود إليك أستاذ أحمد القصص الباحث الإسلامي. كنت سألت قبل الفاصل حول صحة كتاب بروتوكولات حكماء صهيون وما مدى تحقيق مضمونه عند الحركة الصهيونية. في الحقيقة لم يثبت في أي دراسة رصينة ذات مستوى أن ما يسمى ببروتوكولات حكماء صهيون هي حقيقية، أنها من صنع الحكماء الصهاينة أو الحركة الصهيونية. عند التدقيق تجد أن هذا كتاب مختلق ولا أصل له، ربما يحوي بعض المواصفات الحقيقية لليهود، ولكنه يبالغ كثيرا في قدرة اليهود على، يعني هو هذا الكتاب يصور اليهود وكأنهم يتحكمون بالعالم، ليس فقط بعد نشوء الحركة الصهيونية وإنما من قبل، وأنهم هم الذين أنشأوا الثورة الفرنسية وهم الذين يعملون على اندلاع الثورة في روسيا، وأنهم هم الذين دفعوا الشعوب الأوروبية إلى الابتعاد عن الدين والكنيسة، وهم سيفعلون وسيفعلون. هذا الكتاب حقيقة هو كتاب مختلق. يكفي أن نقول إن النسخة الأولى التي قيل إن ذلك الكاتب الروسي اكتشفها أو سلمته إياها امرأة فرنسية، يكفي أن نقول إن النسخة الأصلية إنما كانت باللغة الفرنسية. فلماذا يكتب حكماء صهيون بروتوكولاتهم باللغة الفرنسية بينما هم، ولا سيما إن كانوا يريدونها وثيقة سرية، إن كانوا يريدونها وثيقة سرية فسيكتبونها باللغة التي يتفقون عليها وهي العبرية مثلا، أو اللغة اليديشية التي كانت منتشرة في شرق أوروبا وهي التي يعني كما قلنا يهود أوروبا شرق أوروبا كان هم المادة الأساس للحركة الصهيونية، أو حتى في المؤتمرات الألمانية كانت اللغة الألمانية هي لغة المؤتمرات الصهيونية. فما معنى أن تكون مكتوبة باللغة الفرنسية؟ المحققون وجدوا أن هذا الكتاب نسخ تقريبا مع بعض التعديل عن كتاب كان موجودا منذ عشرات السنين آنذاك بعنوان حوار في جهنم بين مونتسكيو وماكيافيلي، وأضاف عليه قليلا لآخرين، حتى أنه نقل أن القيصر الروسي الذي اهتم بالكتاب وأمر بنشره عرف فيما بعد أنه مزور ويعني طرحه جانبا، فلم يثبت إطلاقا بأي دراسة رصينة حتى الكتاب، يعني فيه نوع من الهزلية في أن نحن اليهود نحن، يعني يقول نحن جماعة لا نعرف الأخلاق ونحن جماعة ندمر الأخلاق ونحن لا نعرف الإله، يعني لا داعي لأن يصفوا أنفسهم بهذا ما داموا متوافقين ومتواضعين على ما يريدون. بغض النظر الكتاب طبعا اليهود استفادوا منه بأن يرعبوا الناس من قدرتهم، واستفادت منه الأنظمة العميلة والجبانة في بلادنا من أجل أن توحي بأن هؤلاء اليهود من الصعب هزيمتهم وإلى آخره، فمن أجل أن يصيبوا شعوبهم بالإحباط وأننا لا يمكن أن نواجه هذا الكيان، فهو كيان لا يقهر لأن الذي يحكمونهم عباقرة العالم والتاريخ. طيب أستاذ أحمد، لو من ناحية العلاقة بين اليهودية والنصرانية أو تحديدا الإنجليين، يعني ما وجه التقارب بين كلا الفريقين مع وجود اتهامات للنصارى بأنهم قتلوا المسيح على حسب زعمهم، وأن اليهود قتلوا المسيح وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم؟ في الحقيقة أيضا هناك خطأ في الفهم أن هناك تقاربا بين بعض النصارى ولا سيما البروتستانت وبين اليهود. النصارى متفقون من حيث الناحية الدينية، من حيث الناحية الدينية والاعتقاد الديني متفقون على أن اليهود هم قتلة المسيح حسب زعمهم، بل بتعبيرهم قتلة الرب، لأنهم يعني يصفون المسيح عليه السلام بربوبية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فليس هناك أي تقارب ولا يمكن أن يكون من حيث الدين هناك تقارب بين اليهود والنصارى.
التقارب سيحصل بعد ذلك على خلفية سياسية ومصالح مشاركة سياسية، وأيضا في بلادنا هنا على عداوة واحدة للمسلمين. الذي جعل بعض الناس يقولون عن تقارب بين الكنيسة أو بين يعني بين البروتستانت واليهود، أن البروتستانت يرون أن لأن البروتستانت عادوا من جديد إلى أعطاء قيمة في قراءة التوراة في العهد القديم في الكتاب المقدس، وأنهم يرون أنه بحشد اليهود في فلسطين كما قلت قبل قليل يعني يقرب ظهور المسيح، وبالتالي نظرتهم هذه هي تتضمن تسخيرا لليهود وليس تحالفا مع اليهود، وإن كان ظهرت في النهاية كتحالف. ولكن لنعد إلى محاكمة هذا 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 الكلام، ونحن موضوعنا هو الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. من هو الحزب الذي يمثل غالبية البروتستانت في الولايات المتحدة؟ نحن نعرف أن الغالبية الكبرى في الولايات المتحدة هم البيض، الأنجلو ساكسون، البروتستانت، الذين ينظرون إلى أنفسهم على أنهم هم الأمريكيون. ومن سواهم من الأمريكيين هم أقليات، وهم أمريكيون ذو أصول، مثلا هذا أمريكي إسباني، هذا أمريكي لاتيني، هذا أمريكي من أصل يهودي، هذا أمريكي من أصل آسيوي إلى آخره. أما هم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم مادة الشعب الأمريكي، هم المجتمع الأمريكي. وطبعا نحن ورأيناها ولمسناها لمس اليد في حقبة هذه الأربع سنوات التي حكم فيها ترامب، أنه حشد لصالحه معظم البيض، البروتستانت، الأنجلو ساكسون، الذين يعني تنتشر بينهم عصبية عنصرية كبيرة جدا. جيد؟ نعم. إذن الحزب الجمهوري هو الذي كان وما زال يمثل البروتستانت، البيض، الأنجلو ساكسون. نعم. بينما الأقليات كانت دائما تضع ثقتها في الملونون وأصحاب الأديان المختلفة، كانوا يضعون ولا يزالون يضعون ثقتهم في الحزب الديمقراطي الذي يتخذ الطابع الليبرالي في مقابل الطابع المحافظ المتدين عند الجمهوريين. فالحزب الديمقراطي والآن الانتخابات الأخيرة أثبتت أن الذين يعني أوصلوا بايدن إلى السلطة هم في معظمهم الأقليات التي هي معا لمجموعها باتت تضاهي عدد الغالبية البيضاء البروتستانتية. من بين هؤلاء الأقليات الذين لطالما قدموا أصواتهم في الانتخابات للحزب الديمقراطي اليهود. إذن اليهود لا يشعرون بأن البروتستانت يمثلونهم أو أنهم يأمنونهم أو أنهم يرون أن مصلحتهم عندهم. غالبية الأصوات اليهودية طوال تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تصب عند الديمقراطي الذي هو أبعد ما يكون عن العنصرية البروتستانتية الأنجلو ساكسونية التي ولكن يبقى أستاذ أحمد أن كلا الفريقين سواء الديمقراطيين أو الجمهوريين دائما ونسمع ذلك في تصريحات رؤساء أمريكا دائما يسعون ويحرصون على إرضاء إسرائيل بالدرجة الأولى يعني هذا دليل على أن خلفية دعم إسرائيل ليست خلفية دينية وليست أيضا بسبب جماعات الضغط اليهودية كما يزعم، وإنما لأن الولايات المتحدة الأمريكية قررت استراتيجيا أن هذا الكيان هو حاجة وظيفية من أجل أن يكون قاعدة متقدمة للسيطرة الأمريكية في المنطقة، وبالتالي قوة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة نشأته المصلحة الأمريكية والقرار الأمريكي والاستراتيجية الأمريكية وليس العكس. يعني من يصور على أن اللوبي الصهيوني هو الذي دفع الولايات المتحدة لدعم إسرائيل هذا لا يستند إلى أي سند تاريخي، ولا سيما عند بداية دعم الولايات المتحدة للكيان الصهيوني. وبالتالي يعني لو تخيلنا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقرر أن تخرج من عزلتها وأنها بقيت على سياستها في الهيمنة على القارة الأمريكية بكاملها، وأنها لا تريد أن يعني توجع رأسها في قضايا العالم الجديد، هل كان لليهود أن يكون لهم شأن في السياسة الأمريكية؟ لا. لماذا؟ لأن بكل بساطة لأن الولايات المتحدة لا مصلحة لها ولا يعنيها الشرق الأوسط مثلا. ولو اليوم الآن لو أن الولايات المتحدة الأمريكية وجدت أن دعم الكيان الصهيوني بات يشكل عبئا عليها وخطرا عليها وبات لا يمثل أي مصلحة لها،
فلا يتخيلن أحد أن جماعات الضغط اليهودي سوف تلوي ذراع القرار السياسي الأمريكي ليبقى داعما لإسرائيل. هذا وهم، هذا وهم. الولايات المتحدة حين قررت دعم الكيان الصهيوني من أجل أن يكون معونة لها في المنطقة، تكون بهذا قد فتحت الباب للوبي الصهيوني ليقوم بدوره داخل الولايات المتحدة، وهو بذلك يكون معينا للسياسة الأمريكية الممالئة لكيان يهود. أنت تعرف أنه في الأصل الشعب الأمريكي كالشعب يكره الحروب ويبحث، يعني وهو دائما حتى في الانتخابات مركز تنبه الشعب الأمريكي في الانتخابات هو على القضايا الداخلية وليس على القضايا الخارجية. فهم حين يكتشفون أن دولتهم ورطتهم في حروب لا طائل لهم بها، وأكثر من ذلك توصف بأنها حروب لا أخلاقية، فإن هذا يؤدي إلى السخط وبالتالي إسقاط الإدارة التي قررت هذا القرار. وبالتالي الولايات المتحدة بحاجة دائما إلى من يزين دعمها لكيان يهود، وإلى من يبرر هذا الاحتياز لكيان يهود. وبالتالي حتى اللوبي الصهيوني المسيطر على الإعلام وعلى الرأي العام، لا أقول له طبعا له دالة كبيرة أو له نفوذ كبير في الإعلام، وله نفوذ أيضا على الرأي العام الأمريكي. لماذا؟ لأن هذا يخدم الإدارات الأمريكية المتعاقبة والاستراتيجية الأمريكية لتبرير سياستها الخارجية، ولا سيما في الشرق الأوسط. فإذا انتفت هذه السياسة، فإن قامت دولة إسلامية قوية في المنطقة وكسرت كيان يهود، وجدت الولايات المتحدة أنه لم يعد لديها أي حاجة، فسوف يزول مسوغ ومبرر اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وسينتهي تاريخه بأسرع من لمح البصر. نعم. طيب أستاذ أحمد، ربما في من ناحية أيضا لو تمكن أو كيفية تمكن الحركة الصهيونية من أدوات الضغط في أمريكا، هناك قول للمؤرخ ريتشارد ستيفز يقول أن الصهيونية انتبهت مبكرا إلى طبيعة النظام السياسي الأمريكي، من أن السياسات تصنع بواسطة الرأي العام والضغط، وأن من أهم أدوات صنع القرار الإعلام، وكان لهم ما أرادوا. ما صحة هذه المقولة وانطباقها على الحركة الصهيونية؟ يحتاج إلى بعض التعديل. صنع القرار لا تتحكم به لا الإعلام ولا الرأي العام. صنع القرار في الولايات المتحدة تتحكم به المصلحة الاستعمارية الرأسمالية. أما التأثير في الرأي العام ومن ذلك الإعلام الآن له دور هائل جدا، فإن وظيفته أن يبرر للقرار الاستراتيجي الأمريكي ما اعتمده من قرارات في الخارج. أعطيك مثالا على ذلك. حين قررت الولايات المتحدة أن تغزو أفغانستان، كان هذا مسبوقا بحملة لتصوير أن الإرهاب الإسلامي سوف يغزو العالم، وهناك شبهات كبيرة جدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي استدرجت هؤلاء الشبان ليقوموا بضربة البرجين. ربما لم يكن معروفا بالضبط أن هدفهم ضرب البرجين، ولكن كان واضحا أنهم كانوا أن هؤلاء الشبان كانوا يتحركون تحت أعين المخابرات، وأن المخابرات استدرجتهم ليفعلوا ما يفعلون من أجل أن يكون مبررا لشن الحرب على أفغانستان. وبالتالي كان لابد من إيجاد بروباغندا تسبق غزو أفغانستان. ثم بعد ذلك بالنسبة لغزو العراق، ما الذي فعلته الآلة الإعلامية الأمريكية آنذاك؟ صورت صدام حسين مصاص دماء يكاد يصل إلى داخل بيوت الأمريكيين ليختطف أبنائهم من الفراش ربما، وأن صواريخه الآن على أهبة أن تطير من بغداد إلى نيويورك. راح يعني صار هناك في والمجتمع الأمريكي معظمه في يعني يتسم بشيء من السذاجة، والإعلام يطبخ عقولهم طبخا كما يقال. فبالتالي صوروا أن هناك أن خطرا داهما يكاد يدخل إلى داخل بيوت الأمريكيين اسمه صدام. فإذا الإعلام هو وسيلة لتبرير السياسات، ولأن الإعلام له هذا التأثير على الرأي العام، عمل اليهود على أن يكون لهم دور كبير في الإعلام من أجل أن يحشدوا أكبر قدر من الدعم لكيان يهود في فلسطين. فبذلك هم يؤثرون على المشرعين في الكونغرس وفي يعني في الكونغرس عموما في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وأيضا يؤثرون على الناخب، فهم بأموالهم يعني يرجحون كفة مرشح على آخر في الانتخابات، سواء الانتخابات
الولايات أو من انتخابات الكونغرس أم إلى آخره، وأيضا بأموالهم يؤثرون من خلال الإعلام، من خلال الأمبراطورية العالمية الضخمة على توجيه الرأي العام الأمريكي. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية، هي القرار الأمريكي هو الذي جعل لليهود هذا النفوذ داخل الإعلام وهذا النفوذ على المشرعين، وهي تحملت ضريبة هذا النفوذ، وبات على كثير من المرشحين والرؤساء أن يتملقوا اليهود، لأنهم هناك هذه العلاقة التبادلية بأن الطرفين الواحد منهم بحاجة إلى الآخر. ولكن يبقى أن الأساس أن هناك المصلحة الأمريكية هي الأساس، واللوبي الصهيوني إنما هو موجود لأن المصلحة الأمريكية اقتضت. طيب أستاذ أحمد، لو ننتقل إلى 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 ما يحدث الآن من تسارع الدول العربية إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، والاتفاق الأخير بين كيان الصهيوني مع الإمارات والبحرين، هذا الاتفاق الذي سمي عمدا باتفاق إبراهيم لأنه كان يروج له باتفاق ترامب، ثم غيرت التسمية إلى اتفاق إبراهيم. كيف تنظر إلى هذا الاتفاق وإلى هذه المرحلة بالذات من مراحل التطبيع مع إسرائيل؟ في الحقيقة نحن الآن لسنا أمام فقط، يعني ليس عنوان المشهد فقط هو التطبيع مع كيان يهود، هو جزء بارز في المشهد التطبيع مع كيان يهود، ولكن الأسوأ هو الذي ذكرته، ألا وهو الجهد الهائل الذي يبذل من أجل محو الهوية الإسلامية وتحول المسلمين عن مركز تنبههم من أنهم ينتمون إلى أمة إسلامية تفاصل بينه وبين سائر الملل والأديان إلى جزء من أمة يراد إنشاؤها اسمها الأمة الإبراهيمية، وعلى اعتبار أن إبراهيم هو الذي يجمع الملل الثلاث المنتشرة في المنطقة، اليهود الذين احتلوا فلسطين، والنصارى الذين هم أقليات في المنطقة العربية، والمسلمين على تعدد مذاهبهم وطوائفهم إلى آخره، يريدون للمسلمين أن ينسوا أن الرابطة التي تجمعهم هي الإسلام، وبالتالي سننظر إلى الكيان اليهودي على أنه كيان غاصب، ويراد لنا أن نقول لا، هناك ما يجمعنا وأننا جميعا أبناء إبراهيم عليه السلام. هذه الخطة يعمل عليها الغرب منذ مدة طويلة. الذي سجد الآن هو أن هناك أنظمة صارت تصرح بأنها سارت في هذا الطريق الشائن، وهو في الحقيقة عبارة عن ردة عن الإسلام، أن تنظر إلى أننا واليهود والنصارى أمة واحدة، وأن إيماننا واحد، وأننا حتى أقيم مجمع الإبراهيمي في الإمارات هنا، حيث تلتقي الديانات وتزال بينها الفروقات، ونعمل على الانصهار فيما بيننا لنخرج بخطاب واحد. ومن هذا القبيل الاتفاق الذي وقع ما بين بابا الأزهر وبين الشيخ الأزهر وبابا روما للأسف، ومن هذا القبيل الزيارة التي قام بها بابا روما مؤخرا إلى مرجعية النجف، هناك محاولة للقول بأن التمايز، يعني أيها المسلمون كفوا عن إعلان تمايزكم عن الآخرين، يجب أن تقبلوا أن تكونوا أعضاء في أسرة هي الأسرة الإبراهيمية، حتى أن هناك من ذهب به التفكير، وهناك ما كتب في هذا المجال، أن المنطقة يجب أن تفتت على أسس مذهبية طائفية عرقية، حيث توجد الأقليات تحت عنوان الفيدراليات، ونحن نشهد الآن بداية لتنفيذ هذا المشروع هنا في بلادنا في العراق وفي لبنان وفي سوريا، والسودان بالأمس أعلن أنه سيعتمد النظام الفيدرالي، والآن الولايات المتحدة من باب ترويج هذا الموضوع أعلنت أنها تفضل قيام وحدة فيدرالية في قبرص إلى آخره. الغاية أن تفتت المنطقة فيدراليات على أساس خطوط تفصل السنية عن الشيعية عن الشيعية عن العلوية عن الدرزي، وبالتالي تقوم كيانات طائفية مذهبية تكون مبررة ومسوغة لكيان يهود الذي قام على أساس ديني عنصري في فلسطين، وبعد ذلك نجمع هذه الفيدراليات جميعا فيما يسمى بالولايات المتحدة الإبراهيمية.
قد يكون هذا الكلام فيه شيء كبير نشطت ورأي أنه غير قابل للتنفيذ، ولكن هذا هو نمط تفكيرهم، فرط هذه الأمة وصهرها وتذويبها بحيث تزول أي تمايز الأمة الإسلامية عن غيرها. طيب دكتور أستاذ أحمد، ربما قبل 100 عام في 1916 عندما تم تقسيم المنطقة بين فرنسا وبريطانيا، أيضا ربما كانت الفكرة غريبة في ذاك الوقت، يعني ربما كان لا يتصور هذا التقسيم، وهذا والآن أصبح من يعيش في هذه المناطق يرى ولاؤه فقط إلى بلده. للأسف طبعا، يعني حين ظهر اتفاق سايكس-بيكو الناس اعتبرته هذا اتفاقا شائنا ورفضته كل الرفض، ولكن استطاع الأوروبيون مع مرور الوقت أن يعززوا ما يسمى بالهويات الوطنية. فصار هناك من يرى أن انتماءه هو لمصر وأنه أمة مصرية، وآخر أمة عراقية، وهذا أمة كويتية، مجلس الأمة الكويتي، يعني تخيل أن فتحولت هذه الأوطان إلى أمم. الآن ما تعمل عليه الولايات المتحدة الأمريكية هو تفتيت هذا المفتت، يعني مزيد من التفتيت، أن تفتت سوريا إلى مجموعة فيدراليات، ولبنان إلى عدد فيدراليات، حتى هذا لبنان الصغير يعني تصور. وتسمعون أخبار لبنان في هذه الأيام، الدولة الآن تتحلل بفعل فاعل، يعني بشكل مقصود جدا، يعني ليس وحدها. هل نرى بأن لو نرجع إلى أهداف الحركة الصهيونية، أن كان من أهدافها سقوط الخلافة التي كانت عائقا وواضحا سدا منيعا، وفي خاصة في عهد السلطان عبد الحميد عندما رفض بيع فلسطين لهرتزل والحركة الصهيونية، منذ سقوط الخلافة فقد المسلمون المظلة السياسية الجامعة، ونحن الآن ربما نعيش هذه الفترة تقريبا 100 عام من ذكرى سقوط الخلافة. هل نشهد في هذا العصر نزع الحق الإسلامي في حق القدس وفلسطين؟ نعم، يعني ملاحظتك وإشارتك رائعة جدا. أمس تحديدا في 28 من رجب اكتملت 100 عام من غياب الخلافة الإسلامية وعيش المسلمين دون رأس يجمعهم. في 28 من رجب سنة 1342، وأمس كان التاريخ نفسه سنة 1442، مضت 100 سنة كاملة. هل يراد أن تكون هذه المناسبة عند الغرب مناسبة لإنهاء الحق؟ هم أنهوا حق المسلمين في فلسطين منذ زمن بعيد، هم منذ أن صدر أعلام وعد بلفور، ومنذ أن بعد ذلك يعني القرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين، هم قرروا أن هناك أرضا ليست من حق المسلمين وأنها من حق اليهود. ولكن بالطبع لكل نظرته إلى الحق، وحين ينتزع الحق من أهله فعلى حقه أن ينتزعوه بالقوة كما أخذ منهم بالقوة. والمسلمون قادرون على أن يطيحوا بكل هذه المؤامرات وأن يلغوها وأن يجبروا عدوهم على أن يغير رأيه بما كان عليه وأن يذعن للمسلمين من جديد بفلسطين إذا أثبت المسلمون وجودهم بقوة على أرضهم من جديد. فكما أن سقوط الخلافة كان مدخلا لليهود ليسيطروا على فلسطين، كما قال السلطان عبد الحميد رحمه الله بعد أن رفض أن يتنازل عن شبر من أرض فلسطين، قال لهم لو هدمت دولة الخلافة يوما فسوف تحصلون عليها بلا ثمن، وهذا ما حصل. وهذا يعني أنه إن قامت للمسلمين الدولة الإسلامية من جديد الآن فإن تحرير فلسطين سيكون أسرع من لمح البصر، لأن هذا الكيان في الحقيقة ليس له أي جذور، ونحن نعرف أن هؤلاء هم أجبن خلق الله، هم كما قال الله سبحانه وتعالى فيهم لا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فقال أحرص الناس لا تجدهم أحرص الناس على حياة، على حياة منكرة، أي حياة. وكلنا نعرف كيف يفر اليهودي أمام العدو حين يرى يشعر أنه أمام عدو ذي بأس، ولكن المشكلة أن هذا الكيان لم يحمى بترسانته
ولم يثبت بترسانته كما يزعم كيان يهود وكما يظن كثير من الناس، وإنما هذا الكيان استمر هذه العشرات من السنين بسبب حماية دول الطوق التي تمنع أن تطلق رصاصة على كيان يهود من مصر أو من لبنان أو فلسطين أو الأردن إلى آخره. فبمجرد أن تسقط هذه الكيانات وتقوم الإسلام دولة، سوف يكون زوال هذا الكيان من أسرع من لمح البصر. هذا هو واقع الحال. واليهود لولا أن وجدت مصلحة البريطانيين والغرب على إيجاد دولتهم لما كان لهم دولة حتى لا نعطيهم أكبر من حجمهم. نعم أستاذ أحمد القصص الباحث الإسلامي، الحقيقة انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، نشكرك شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا على هذا الطرح المفيد والمبارك، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.